السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على موعد مباراة المنتخب المغرب لبؤات الأطلس والمنتخب الدجاج فرنسا في ثمن نهائي مونديال سيدات، وتتجه الأنظار عشاق كرة القدم المغربية والعربية والإفريقية عامة غدا الثلاثاء الى ملعب هند ماريشا في استراليا، والذي سيستضيف لقاء المغرب ودجاج فرنسا في ثمن النهائي مونديال سيدات وسط اجواء استراليا الباردة، إذ من المحتمل أن تنخفض الحرارة إلى أقل من 10 درجات خلال المباراة المقررة عند الساعة 12 يعني منتصف النهار بتوقيت غرينيتش. سيكون الهواء في الملعب دافئ بذكريات مشتركة. إن شاء الله يا ربي ما كاش حمار مليحة، يعني حية مليحة، يعني تساعد الكل. وان شاء الله بربي تكون مباراة في القمة، مباراة تكون في صالح المنتخب المغربي. يعني نتمناه ان شاء الله، خاصة وين أمنية واحدة نتمناها يعني هذيك بنزينة تمركي البنت تاع التأهل، تمركي البنت اللي تبكي به يعني الحزب المتطرف لوبين، هذيك لا يجعل هي تمركيها بالتالي كاع. ربحوا فرنسا ورواحوا، ما خاصناش، ربحوا فرنسا ورواحوا، كلي دينا كوب ديمون، ربحوهم ورواحوا، والله العظيم ربحوا فرنسا ورواحوا، كيما راني قلت لكم ربحوا البرتغال ورواحوا، 2022 قلت لكم يا المغاربه ربحوا البرتغال ورواحوا، ربحنا البرتغال، هذا الخطا راني نعاود لكم فيها، ربحوا فرنسا ورواحوا، ما خاصناش على نربحوا وصايك، المهم نروحوا، رانا نلعبو، وتسعى دجاج وين يسعى دجاج فرنسا إلى حجز مكان لهن في الربع النهائي مونديال سيدات على حساب المنتخب المغرب، ذي المواجهة الغير متكافئة لم تكن منتظرة أصلا. حنا ماذا بينا يحقرونا؟ ماذا بينا يدخلوا متساهلين معنا، نقرصو نضربو كل عقرب، العقرب تشوف فيك هاك تضربك شطاك. أنا باغي يدخلوا يستهزؤوا بينا، باغيهم يدخلوا يتساهلوا معانا، يقول لك علينا نربحوا كيما لي زالمون ربحوا بستة، خسروا مع كولومبيا، قال لك تشك كوريا غادي نضربوها بعشرة، برا. أنا باغي فرنسا كيما هاكا، أراي الأخرى خسرت، نيجيريا خسرت، جنوب إفريقيا خسرت، بقات المغرب تمثل افريقيا وهي اللي غادي تفوت، تتعاود ان شاء الله بربي تتعاود. انا نقولكم، وقالت لوسامار والتي سجلت في فوز فرنسا على البرازيل هدفين لهدف، نحن مرشحات ولا نخفي ذلك، نلعب بطموح كبير، لكن هذا الامر لم يتغير لاننا نواجه المغرب، نملك خبره اكبر بكثير من المغرب وعلينا الاستفاده من ذلك. موقف يعني موقف مرشح للفوز لن يفيدنا بشيء. وغادي باغي بنات العرب يحشوها لكم، وراني باغي بنات العرب يحشوها لكم، وراني باغي بنات العرب يحشوها لكم. في المقابل نجح المنتخب المغربي في مشواره بمسابقة وهي أول نهائيات كأس العالم للسيدات يخوضها في تاريخه مع إقصاء ألمانيا من المجموعة الثامنة، رغم الصفعة الكبيرة التي وجهها يعني بفوز على لبؤات الأطلس افتتاح بسداسية نظيفة، لكن يعني لن تؤثر ولا شيء على لبؤات الأطلس الذين يعني كما نقول لك احنا تجاوزوا الصدمة وعادوا من بعيد، ريمونتادا تاع ستة داروا ريمونتادا تاع ستة ستة، والله لا ريمونتادا تاع ستة، خسروا بستة، كاليفو بستة وردوا على الألمان. أنا هنا
طياب رانا هنا، ما اللعب رانا هنا، مدابزة رانا هنا كيما دو. ومع المنتخب يضم لاعبات محليات من نادي الجيش الملكي، نادي النساء الرئيسي في نادي الجيش الملكي، نادي النساء الرئيس في البلاد، ومزدوجات الجنسية أقنعنا بالالتحاق مؤخرا. وانت تطلع سيدات المغرب للإطاحة بنظيراتنا الفرنسيات ومواصلة كتابة التاريخ في مونديال 2023. ايوا ان شاء الله بربي يا ودي، يا ودي راهي عندكم ودي. فرحوني لا بغيتو ربي، فرحونا. علاش يتلعب؟ الناس يتلعب، انا نقولكم تلعب خويا، هون ما حاسبين زعقة ولا هيا بينوا ني، هيا عندكم هذه، هيا ما تقاش ديروا الهضره، وقلعوا من جديد من دارا وجديد. ايوا ديروا دارا تاعنا هذه الخطره، والله لا تاعنا تاعنا. وكذلك وان خاض المنتخب المغربي للسيدات يوم الاثنين اخر حصه تدريبيه استعداد لملاقاه فرنسا، ووضع المدرب الفرنسي بيدروس اخر لمسات على المجموعه تاهبا لمنازله كتيبه اطار رونار. وقد اقيمت الحصه التدريبيه بحضور كافه اللاعبات المتاحات، وستجري لصحة. ويذكر ان المنتخب المغربي النسوي بات ممثل الوحيد الافريقي لحدود الان في مونديال، بعد اقصاء المنتخبين النيجيري وجنوب افريقيا من الصمم النهائي. ما شاء الله ربي يا ودي، هذا على ربي. ان شاء الله يا رب. شو بير لما تهتش على لافير تاع الجوال اللي ضرب بابي، هو اللي خاطيني انا، خاطيني انا، يضربوا ما يضربوني خاطيني انا. الامور انا هادو الاسئله ما غاديش، ما عنديش حاجه بها يعني. انا نهضر لك بول، انا نهضر لك ضرب ضرب واحد ولا ضرب واحد، انا ما يهمنا، ما يهموناش حنا الصوالح هذه يا خويا، الامور ما يهموناش. هاد الامور انا ما يهموناش خويا. شو بيركز لنا على ركز لنا على الانتخابات تاع الاتحاديه الجزائريه. لا الاتحاديه اي باينه، ما تهدر انت، خليهم انت يديروا رايهم ونحضروا. لا باينه، لا انا نشوفوا بلي باينه نورمال، ما عيش ما عيش مشكلة يا أخويا، ما عيش مشكلة، ما عيش مشكلة. أنا نحوسو نربحو، نحوسو اليوم المنتخب المغربي يعني غدا إن شاء الله، وتكون عندنا كيما يقول لك أمور هذه تكون في صالحنا يا أخويا. ما عندناش مشكلة حنايا، نورمال هادي سهلة. غادي تكون في، تكون انا نقولها لكم ونعاود، المباراه هذه غادي تكون في صالحنا متالي كاع. ايوا هذه يا خويا، المباراه هذه غادي تكون في صالحنا. ما كاش ما عندك شي، ما عندك وين تروح. ما عندك وين تروح خويا، حاجه هذه هي في صالحنا. شو بير ما هدرتش على البنت تاع، ما هدرتش على البنت تاع بو عناني، بنت بو عناني على هدر، ما نهدر على البنت تاع بو عناني، بو عناني ماركة، ما نهدروش شوية كالا، كي تهدر انت على البنت تاع يتشكلو والله العظيم، ماركة بنت كونتر كونت فيرونتينا وصاييك، وزوك حنا نبقاو غير نهدرو يا خويا. خلي سهلة تم بعد ما نحضروا عليهم قوية وابو عني وابو عني وابو قال نحضروا على ابو عني، خلي من بعد ندير عليه فيديو راني مجددا انا باش نهضر على ابو عني، بصح تتبان لي انا نهضر عليه. هذه هي اخويا،
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجيونا لي فيديو اللي مشي ابوني ابوني معنا عطونا لي جيم وربي يحفظكم ويحفظنا معكم سايتو خالتي.